تسمع اليوم 10/1/2019 فراشة معلعت سما دانفيس ميري شوهدت نادرة جدا في العالم، شوهدت 12 مرة فقط في العالم، واعتقد ان هذه المرة 13 في مكة السعودية في المسجد الحرام بمكة. شو هذا الفراش الحرام ما رضي ساحات الحرم اعتقد انها من الفراشات المهاجرة، جاءت مع الجراد ومع صراصير الليل جدجد انتشر في الحرم، هذه الحشرات انتشرت بشكل ملحوظ في الحرم سبحان الله. زي ألوانها بزي عسكري، نلاحظ على ظهرها كأنه رسمة عينين كبار على جانب الجناح، كأنها ضفدع أخضر له رجول صغار، كأنها رسمة ضفدع ملونة بلون أخضر، كأنه زي عسكري مع خطوط حمراء، تختلط خطوط حمراء وبرتقالية سبحان الله. طول جناحة من الجناح لجناح يتعادل حوالي تقريبا 5 سنتي، شوف حتى هنا واصل طولها. نشاطها ليلي، تطير بالليل سبحان الله. أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين سبحان الله.